حقيقة نحن أمام جريمة نكرة في حق الفن، في حق الإبداع، في حق الأشخاص الذين ساهموا بقدر كبير في تزيين حي شعبي في قلب العاصمة. واليوم نشاهد تخريب لهذا المعلم الذي أضفى الكثير من الجمال لهذا الحي القديم. هذه سابقة ولا يمكن السكوت عنها، لا يمكن أيضا التنازل في الحق الثقافة، حق في الثقافة اللي هو حق دستوري مضمون لكل مواطن، ولا أيضا التنازل في الحرية، حرية التعبير الفني الذي هو أيضا حق مثمن دستوري. باي 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 باي، قولوا لفرنسا ساي باي 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 باي، لبلاد بلادنا ومبطالك راي، إيش الشعب خوا خوا، ولاد فرنسا مع الخوانا، جيش الشعب خوا خوا، ولاد فرنسا مع الخوانا. السلام عليكم. وكتك هدية رسالة ليك يا سيد الرئيس تبون، هذه رسالة ليك. وين راهي تاكاستنا؟ وين راهم تقاليدنا؟ وين هو حب الوطن تاعنا؟ وين راهي انسانيتنا؟ وين ديننا الحليف؟ وين هم تقاليدنا؟ واجبنا يا سيد الرئيس، يا سيد الرئيس، هذا خبت، خبت ولاد فرنسا، خبت ولاد فرنسا، هم من جنسين هنايا، من جنسين في بلادنا، ويخدموا بيد يد خارجية خائنة الجزائرية الخبيثة. واجبنا يا سيد الرئيس، واجبنا يا سيد الرئيس، واجبنا يا سيد الرئيس، هذه نخليها لك في ضميرك. وانت يا حلل وتشوف واش راه صاير. هذه هي ضدنا، هذه راهي مجده، هذه مؤامره، راهي مجده يا سيد الرئيس. ولي حبوا يخرجوا بها للحراك ليه وجاي، هذه هي داروها خدمه. وانت فهمها كيما تحب. شوف فيصل اللي راهو في اللي دخلتو دوكاتيك، دخلتوه في دوكاتيك الحبس، وشوف المساجين، ومن بعد تعرف. دوك نعطيك غير نبته صغيره وتفهم كلش. شكرا يا سيد الرئيس، تحياتي لك واحتراماتي وتقديري، خليها لك في ضميرك يا سيد الرئيس، وانت تفهم كلش. السلام عليكم.